أجلس أنا حركة كويسة، حركة جميلة من الحكومة اللي اتخذوا إجراء زي هيك بحق هيك محلات يعني مخالفة لشهر رمضان، للشريعة، للأخلاق بشكل عام. يعني احنا مرخصين كمان عند سواق، هذا مطعم. وين المطعم؟ انا مش شايف اكل. ما انت جاي على الساعة 12، جاي على الساعة سكر. اقنعهم انه لما يكون في مشروب على الطاولة والاكل يمكن انشال وفي موسيقى، اقنعهم انه هذا مطعم. خلاص، في مشروب وفي موسيقى وفي بنات، بس في معكم تصوير مالها ليلة، بار مالها ليلة. انا بطالب انه يكون في احترام لشهر رمضان، لانه صراحة كل سنة عن سنة عم بسوء الوضع وعم بنبطل نحترم شيء اسمه رمضان. وبلا مؤاخذة، إن كان رمضان أو غيره، في رمضان اللي بده يصوم بصوم، واللي بده يصلي بيصلي، واللي بده يروح على كافي شوب بروح، واللي بده يروح على مطعم بيروح. هاي حرية شخصية. هلا في شاب عم بيحكي لي إنه كان في مقالة بالجريدة إنه وزارة الداخلية يعني مش فارقة مع إيش التراخيص، رح تنزل على الفساد وعلى المحلات اللي بتقدم كحول. أسألك سؤال، هل من التصرفات هاي بشكل عام يعني اللي هي عشاكل التسكيرة بوكس أو محاربة أشياء أنا بشوفها قشور بصراحة، هل هي الأولوية؟ The thing that's worrying me is that there's a law, okay, but apparently it's, you know, not followed by certain authorities. أكيد طريقة كانت غلط، يعني بغض النظر عن يعني هم استخدموا طريقة غلط عشان يعملوا إشي دفنت لي للناس، رح يكون أفضل بعتبروا إنه أوكي سكرت هاي المحلات. I'm for إنه المحلات هاي تسكر، بس دفنت لي against يعني الطريقة اللي استخدمها. باعتبارنا بلد مسلم، برجع بعيدها، إحنا بلد مسلم هون. في مشكلة صارت، في إشي غلط في الموضوع. كيف انفتح هاد وإحنا اليوم 21 رمضان؟ كيف صار 21 يوم شغال إجا تسكر فجأة؟ يعني ليش هدول 21 يوم صاروا؟ ليش فتح فيهم؟ في غلط في الموضوع. المفروض من أول رمضان ما يفتح، ما يباشر عمله ما قبل الإفطار، خلينا نحكي. في غلط في الموضوع. فيعني إذا أنت أعطيناك 11 شهر تعمل اللي بدك إياه، يعني يعني احترم بهذا الشهر جزء. يعني أوكي بدي أسميهم أقلية، يعني هل تتوقع إنه المسلمين اللي هون أقلية؟ But we only talking about the majority and not about all people of Jordan in first. And I mean Jordan is on the edge. Do we want to go towards Saudi Arabia or do we want to go towards, I don't know, Lebanon or Palestine or take whatever you want? I mean, there's many ways in which direction we can go, and I think this is the critical point. Where is Jordan going? أنا ما عندي مشكلة اللي مش كتير سأل عن الموضوع. اللي لفت نظري هو ردة فعل العالم، يعني تقول إنه سكروا إشي يعني كتير مهم بالمجتمع. هذا محل، أقول لك شغلة، محل آي كونسر اللي بيحبوه بتحكوا عنه، محل جيز، محل بغض النظر شو بكم تقولوا، هذا صار محل آيكون بالبلد. جيب أي واحد يشرح عمان بوكس بطلع معه فيها بغض النظر. إحنا حابين هذا المحل كارهينه، أنا من الناس مش كتير بروح بوكس. حبيبي بكرة بيجي واحد تاني بيعمل مهرجان، أوكي، للعراب، بيمشي مهرجان العراب من المدرج الروماني لجبال القلعة، بصير آيكون بعمان. يعني إذا بدك كل شيء سيء او كل شيء جيد، بزيد اقول لك شيء، معلش، اذا في اقول لك شغله، اذا لقى مهرجان العراق عدد كفايه من الناس اللي تتظبط وتمشي وراه، فهو ايكون من عمان. حلو. مش لقى ناس تشلح وتمشي. حلو. اذا اللي شلحوا مشي اولاد عمان ولا لا؟ خلص، اذا صار ايكون في عمان. هلا انت اذا في ناس عندها وجهه نظر ثانيه، انا ضد الشلح والمشي بالشارع، بس اذا عندي ضد هذا الشيء شفت ناس ماشيين وشالحين، مش معناته ان انا باجي امنعهم. معناته هم صاروا نسبة لهم حق، يعبروا عن حق عن ذاتهم بغض النظر شو بدهم يعملوا. معناته الحكم بهذا الموضوع للقانون، في قانون بيمشي هاي الموضوع، في قانون، ما في مشكلة. احنا قايلين انه مش حاك، ما حدش حاكي انه يعني بس اقول لك مثلا الجوامع، اوكي، مساجد في عمان كان في مثلا قضية معينة انه قبل كل اذان بيكون في قراءة قرآن او بيفتحوا اذاعة،
تقعدها ربع ساعة 10 دقايق حسب مزاج الشيخ. طلع قرار من الحكومة إنه لا هاي لازم تكون يعني أكثر شيء 5 دقايق احتراما للجيرة احتراما للكذا والناس اللي بتضايقوا من الصوت. أوكي فالقرار طبق وكل الناس تقبلوا ما حد حكى شيء. يعني أنا بس كثير يعني الحكومة أنا بتصور بتحط ما في إنه والله إنه الفساد بالحكومة أدى إلا إنه سكروا بوكس. ما عم نحكي إنه الفساد بالحكومة ما حدا جاب سير الموضوع ما له خص. لا الفساد كله كان. أنا بحكي عن رأيي. عم نحكي لأنه ما عنده واسطة. أنا رأيي وفي منه في محلات تانية ما تسكرت لأنه عندهم واسطة. أنا بدي. صح ولا غلط يعني. بدي أنهي الموضوع بكلمة واحدة. أوكي. اللي بتحكي أنت إنه بوكس صار آيكون وصار غير المنطقة هاي كتير أمور بتفق معك فيها. أوكي. وهي أمور إيجابية عملها. اوكي مدين بكل عمان يمكن اوكي عمل كلتشر جديده من مطاعم صار في فعلا صار شيء مهم اوكي بس يعني الزلمه اذا بده يضل يعني ماشي مزبوط يعني لازم يحترم في شيء اسمه حق الجيره في شيء اسمه التقاليد او احترام راي الناس اوكي يعني بكل بساطه بحركه كثير ذكيه خلال 11 شهر اللي بيعمل فيها اللي بده اياه خلال شهر رمضان يعمل شيء خاص دخلنا الفحول كلياتها لجوا عشان اللي ما ينو ما يكونش على نظر برا مع انه من الترس الرمادية والشارع والترس اللي ورا ما في شيء بيكشف علينا ما حد بيشوف يعني احنا مخبيين يعني انت بتكون ماشي بالشارع بتشوف واحد عماله عم بيشرب وبدخن وبيعمل وبيسوي اوكي لانه هاي حريته الشخصية وانت بتكون صايم وتعبان شايف علي كيف وبدك يعني بدك جو ايماني وبدك يعني بتشوفها مش بدايقك هذا الموضوع جرب صوم انت وشوف كيف هذا راح يضايقك حتى يعني. لو بعد الفطور ايه حتى لو بعد الفطور يا زلمه انت هذا جو لازم يكون جو اسلامي انت ببلد اسلامي يا اخي هويتك اسلاميه مش عاجبك روح عيش بامستردام روح عيش باوروبا يا اخي مش فاهم انا يعني محل هذا مغلق ايه ما حدا شايفه زي اخي ما انت صايم لا تروح يور بروموتينج ات انا السنه الماضيه شفت مجله بدون ذكر اسماء كاتبه وين تشرب برمضان بيره يور بروموتينج ات بدنا نضحك على بعض يا زلمه اتس ا برايفت بزنس اوكي بروموتينج ات بس فينا الناس ما هيك بتحكي لي عنها اوكي مش روح كل ببيتك هذا مكان عام المطعم هذا مكان عام هذا مكان عام اي حدا بيقدر يفوته ما حدا شايفه لا يا حبيبي ما تقول لي هذا مكان عام مطعم مكان عام لما تيجي تمنع فيه الدخان هذا مكان عام يعني الحكومة إذا بتحط قانون ممنوع الدخان بالأماكن العامة هذا included مكان عام هذا ما نقعد نسرح على بعض آه والله private ولا elitist ولا الناس اللي كيف فاضي يا زلمة أسرح على غيري يا زلمة ما دام الأغلبية هي صايمة إيش يعني حتبطل الناس تصوم يعني إذا صادوا المحلات فتحوا يعني حيشجعوا الناس يفطروا حكي فاضي حكي فاضي اللي بيحكي هيك حكي يعني بفهمش عم يحكي ايش اذا واحد سمحنا لواحد مثلا يعمل هالشغله خلاص يعني كل الناس قاتله حالها ما تصوم واللي موقفها انه في محل فيه ببيع الكحول ولا ما ببيع الكحول برمضان يعني هاي حجج بس حجج واهيه على الفاضي لحظه شوي الشارع اوكي مشترك بيني وبين اي حدا لانه انا والطفل والصغير والشيخ والعلماني كلنا ما نمرق فيه صح ولا غلط مصبوط. اوكي بس انا اذا محل اوكي انا عارف بعمل هذا الاشي وبيجي في ناس من غير ما يأذوا بفوتوا وبطلعوا من غير ما يأثروا علي بفوتوا وبطلع بعملوا هذا الاشي هذا الحكي بتحكيه انت كتير مرتب اوكي مش مفروض هذا الموضوع يضايقني انا ما تعديت حرية حدا معلش انا بقول لك كمسلم وعنده غيره لاسلامه لشهره الفضيل ما 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 بسمح في هذا الشيء مهما اتفقت معك باشياء بضل للمسلم في غير عدينه ما بقبل في هيك وضع والمفروض من كل الشباب المسلمين يعني اللي فاهمين الاسلام صح المفروض عندهم وجهه نظري هاي انه في غيره على شهرنا في غيره على ديننا في غيره على طقوسنا في غيره المفروض ولا واحد يتقبل هذا الوضع وانا مع تسكير المطعم مره ثانيه وثالثه ورابعه Fasting is a very personal thing and you should do it for yourself and not oppose fasting to other people who don't want to fast. On the other side, I understand that you need to give people who are fasting a certain kind of respect, especially in summer months when it's very hot and very difficult to fast. I think it should be common sense that we're not drinking and smoking in front of them. Or we have to get into agreement with them and ask them if it's okay for them or not. But this alcohol issue
itself, I think it's quite paradox anyways, because a Muslim is not supposed to drink. And if you forbid the selling of alcohol, to whom are you forbidding it? To the Muslims that are anyways not allowed to drink according to their religion? That's what I don't understand. Or are you forbidding it to the Christian communities that live in Jordan? But then it would be racism, or it would be really not appropriate to do so, I think. And are you forbidding it to the tourists? No, you're not, because the hotels are still selling alcohol. So I don't see a clear line, and that's why I'm asking for a clear statement why books has been closed or not. The whole point of this issue with books is that it's actually not about books and it's not about Ramadan, but it's about the whole society of Jordan and the problem that this society is. We deal here with a very fragmented society. It is, on one hand, we have a party of very traditional Muslims that really care for Ramadan. On the other hand, we have a minority of very westernized, tolerant and consumer-oriented others that obviously care for books. So books and Ramadan are like the symptoms of each of the party and the clash of this social conflict. The problem now with the closing of books, however it happened with these methods, on if they were legal or not, it's about that during maybe the 11th month, which is not Ramadan, the Jordanian public life is dominated by the minority of the westernized people. So here we have, they can maybe basically do everything, even though officially Jordan might be an Islamic state. And they might have all the power and the money and all the exposition, and for them books is the symbol. But for the others, the traditional ones, they really care for the social ties. And Ramadan is the only month in the year where they can see or where they strive for a month of purity. There, the question that's really the question: who rules the country? And in this month, it should be clear for them that Jordan is an Islamic country, and that they have this pure experience of traditional Ramadan. So anything that violates this experience, is a big conflict for the whole power of the society. So the point that I want to make is that it might not only be about educating the traditional Muslims to be tolerant. Certainly, there has to be a certain tolerance, otherwise Jordan would go in a different way. But this is the way that the path that Jordan has taken. But also that maybe the ruling minority of the elites might also make some effort to show the majority of traditionalists that they also care for them as part of the society, that they're not totally disconnected from them, but that it is one whole entity that wants to live in coherence and not in fragmentation. والله يستر لأنه عندنا جلسات حميمة وتبادل القبر. هذا كله صار قدام سفيرين دبلوماسية وكل الشباب والبنات اللي بيجوا عندنا وبسهم. الله يستر. هذا البند وين راح يروحوا فيه؟ إذا ما في سبب للمنع وكانت الموضوع كله عبارة عن سوء تفاهم ولا غلطة خلاص بنفتح المكان وخلاص مدام برضا الجميع أوكي يعني أنا بتفق بشغلة إنه يعني إغلاق المحل بطريقة هيك همجية أنا ما شفت كيف إغلاقه بس إذا كان ما في شيء بتسكر همجيا لأنه في قانون بيحكم هذا الموضوع بالضبط بس أما أكيد في شيء مش مظبوط وأنت معلش أسألك ننهي حوار السؤال لحسن أنت كشخص ملتزم دينيا وناجح بحياتك أنت بتحس وجود محل زي بوكس بيأثر علاقتك في ربك أنت بالنسبة لك يعني قادر أنت حس حالك عم تتعذب لأنك بتمارس طقوسك الدينية ولا قادر تلاقي سبيس كفاية وقادر تكون علاقتك من ضمن أنت شو مفاهيمك وشو بتفكر يا سيدي ممكن أنا وألف إنسان غيري ما بيأثر هذا الأماكن كلها يعني علي ما بيأثر علاقتي مع ربي ما بيأثر على يعني عمق إيماني أوكي هاي الأماكن بس في كمان ألف تانين أو مئة ألف تانين عندهم رأي تاني
اوكي.